تشرفنا هذا اليوم بزيارة فريق العظام المختص بالخلع الولادي من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والتقى الكادر الطبي في مستشفى الأمير متعب، واطلع كذلك على تجهيزات العمليات، واستمع إلى آراء المدير الطبي وكذلك إدارة المستشفى وكذلك المختصين بغرف العمليات حول الإمكانية في التعامل والتعاون فيما بيننا. تم الاتفاق وإن شاء الله حيكون هناك دورات تدريبية خلال الفترة القادمة بمستشفى الأمير متعب وكذلك مستشفى الملك فيصل التخصصي للوقوف جنبا إلى جنب في تقديم خدمة طبية فيما يختص بالخلع الولادي للأطفال خلال فترة وجيزة إن شاء الله. سيتم إجراء بعض العمليات التي من شأنها تكون البداية لتقليل عناء الأسرة ومرافقة أطفالها إلى المستشفيات المرجعية الكبرى من أجل إجراء العمليات.